واحد الكليب هذا الحمد لله داز في امور مزيانه، واخا ما كانش عندنا الوقت بزاف وكان خصنا نتسناو حتى تطلع الشمس الماجيكا ونصوروا، مي الامور دازت في سلام الحمد لله. هاد البنات بعدا راه خوات، هاد البنات خواتات هما خواتات. وكيفاش اتفقنا كنشكر كاتبه الكلمات هي اللي اتصلت بيا المره الاولى وسمعت لا شونسون، اغنيه جديده، ستيل جديد، ريتم جديد، عجبني الحال بزاف. واللي نزيد هذا الستيل ديال لا شونسون نزيدو في لا كارير ديالي. بيان سور بيان سور، طراو طرائف، ماشي ساهل اول مره تصايب اون شونسون دير اون برودكسيون كبيره، سورتو تي تكنيسيان كتكون 50 ديال الناس اللي من وراك وداك الشيء. دونك من الطرائف وحده بغات تطلع في الدروج وطارت لها الصايه ديالها شويه، وكانت فهمتي مواقف بايخه شويه. تسناو الكليب ديال بلبل هواوي، اغنيه رائعه بزاف بزاف، وتحت الكليب ديالها الكونسيبت غيعجبكم بزاف. بلبل غيمثل غيدي واحد الدور اللي زوين بزاف. تسناو الكليب بيان سور. الرساله اللي كنبغي نوجهها هو انه لا عندك ان برودوي وعندك ان طالون وعندك استوديو صغير ما تحشمش. انا بعدا راه الاشاره الانستغرام ديالي مفتوح، ما كان ماشي حيت صورنا الفنانه كبار ولا هذا، ما كاينش غير لا شونسون تكون زوينه ويكون الصوت ويكون حضور. مرحبا.